هنا في مدينة سان لوكار دي براميدا بإسبانيا يقام سباق للخيول على شواطئ المدينة، ويعود هذا السباق إلى عام 1845 حيث نظم لأول مرة على مسافة 1800 متر بطول الشاطئ. هناك تاريخان للسباقات، هذا العام الأول من الثامن إلى العاشر، والثاني هو من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين، ويقام ما بعد الظهيرة عند انخفاض منسوب المياه، ويوجد هناك جو عائلي حقيقي. وعبرت الجماهير عن استمتاعها الكبير بالمشهد حينما تركض الخيول في السباق على رمال الشاطئ، واختلفت القصص حول بداية هذا السباق. إحدى تلك القصص تقول إنها بدأت بين تجار السمك الذين كانوا يتسابقون على الشاطئ انتظارا لوصول سفن الصيد المختلفة إلى الميناء، بينما تقول قصة أخرى إن بعض المواطنين كانوا يتسابقون بالدابة على ضفاف الشاطئ، وتطور السباق بعد ذلك باستخدام الخيول. وفي الوقت الحاضر أصبح السباق حدثا دوليا تشارك فيه خيول من الدول الأوروبية بحضور عدد من المشاهير ضمن المتفرجين.